السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قد اليوم في نعمة ريكا في المسجد يا ربنا لك الحمد لنا يوم الدين إلى اليوم دوام المسجد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أريد والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وقدم من دار العظيم. اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية وألف بين قلوبهم بالخير والنور فأشر بعظيم الباب. اللهم أتل عالم بشرائرنا فاسبها وأتل عالم بذنوبنا فاغفرها وأتل عالم بحوائجنا فاغفرها وأتل عالم بعيوبنا فاسترها وأتل عالم بأهلنا فاغفرها. لا ترونا حيث لا حيتنا ولا تفتنا من حيث عملتنا وأعزنا بالدعاء وأعزنا بالدعاء وأعزنا بالدعاء ولا تضلنا بالبأس وسبلنا بدعوة سوى وقطعنا قاتلهم يقطعون أنت وألهمنا دين وقوس وعند أدبك ما شاء الله تعالى وما لم يسأل منكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تعيننا في غفلة ولا تأخذنا إلى غيره. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.